السلام عليكم. التقى زيد بعبيد ظاهر من شغله بكير. قال له زيد انت بالعادة بتخلص شغلك الساعة 5، كيف لحتى ظاهر بكير؟ قال له بيني وبينك المعلم مش موجود والكاميرات خربانة فما حدنش شايفني. قال له بس يا عبيد دير بالك، النبي عليه الصلاة والسلام بقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال لك والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتحلل من راتبك اللي عم تاخده آخر الشهر وخليك لآخر الدوام، صياما مقبولا وإفطارا شهيا.